صوت الشيخ الجليل العظيم محمد رفعت، اللي هنشوف دلوقتي العقد بتاعه مع اول عقد عملته الاذاعه المصريه مع الشيخ رفعت. ده الشيخ رفعت، والعقد دلوقتي هيبان لكم على الشاشه، اللي هو اول تعاقد ما بين الاذاعه المصريه اذاعه الدوله المصريه مع الشيخ رفعت. وفاصل وموسيقى وغناء، اظن يمكن كان عبد الوهاب، وقصائد شاعر ده كان ضمن البرنامج لأحمد شوقي وغيره.